قصص نور وقصص حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطار. نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. قصص نور وقصص حكمة وصبر، حكمة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية أننا تكلمنا عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأنه كان في العراق وقد كسر الأصنام وفتتها، وأرادوا أن يحرقوه وهو فتى صغير، لكن الله عز وجل نجاه. ثم استدعاه النمرود الملك الطاغية وجادله، يريد الاستهزاء به، يريد التكبر عليه، يريد أن يسخر به أمام الناس، وأبهته الله عز وجل ذلك الملك الطاغية. إبراهيم في العراق دعا إلى الله عز وجل، فلم يؤمن به إلا ابن أخيه لوط عليه السلام وزوجته سارة. وفي هذه الأثناء يريدون قتل إبراهيم الخليل، يريدون أن يمكروا به. أذن الله عز وجل لإبراهيم أن يهاجر، فهاجر من العراق إلى فلسطين. إنها هجرة طويلة. الأنبياء يهاجرون، يسيرون في الأرض. الله عز وجل أذن لأهل الإيمان أن يسيروا في الأرض مهاجرين له. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. هكذا الأنبياء يهاجرون في الأرض، يسيرون فيها. قل سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة، كيف كان عاقبة الكافرين. خرج إبراهيم مع لوط عليه السلام مع سارة من العراق، ووصلوا إلى فلسطين الأرض المباركة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. واستقر إبراهيم عليه السلام مع زوجته في فلسطين. ارتحل إبراهيم الخليل مع زوجته سارة من فلسطين إلى مصر يدعو إلى الله جل وعلا. لما وصل إلى مصر لم يكن هناك أحد يعبد الله جل وعلا إلا هو وزوجته، وابتلي إبراهيم الخليل ببلاء آخر. علم أن هناك ملك جبار ظالم بمصر يعتدي على النساء، إذا سمع أن هناك زوجة لرجل اغتصبها وأخذها عنوة وظلما ليغتصبها. أرسل جنوده إلى إبراهيم الخليل، فلما وصل الجنود إلى إبراهيم الخليل سألوه عن المرأة، عن زوجته، فقال إنها أختي. يقصد إبراهيم الخليل أختي في الله، أختي في الدين، لم يقصد أنها ليست بزوجتي. وإذا بالجنود يرجعون إلى الملك، فأصر الملك أن يؤتي بهذه المرأة. ذهب الجنود إلى إبراهيم، وجدوا عنده زوجته سارة، حاولوا أخذ المرأة زوجة إبراهيم عليها السلام سارة. منعهم إبراهيم الخليل لكنهم دفعوه، منعوه. وتخيلوا كيف تؤخذ زوجة إنسان منه عنوة إلى ملك ظالم جبار. حبس إبراهيم الخليل في بيته يدعو الله جل وعلا أن ينجي زوجته سارة، أخذت وسلبت غصبا وعنوة إلى الملك الظالم، أدخلت إليه في قصره. لما أدخلت إليه في قصره أخذت تدعو الله جل وعلا.
أن ينجيها الرب عز وجل من هذا الملك الظالم. فلما حاول هذا الملك الظالم أن يقترب منها فإذا بها تدعو الله جل وعلا فسقط الرجل، سقط هذا الملك الظالم، شل جسمه، لم يستطع الحراك. ناداها يستغيث بها: ادعي ربك أن ينجيني، أن يشفيني، فإن فعلت فنجاني ربك فإنني سوف لن أقترب منك مرة أخرى. دعت الله عز وجل فإذا به يغدر ليقوم ويعتدي عليها، يحاول أن يقترب منها، وهو يقترب دعت الله عز وجل مرة أخرى: أمن يجيب المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فشل الرجل فناداها يستغيث بها. وتخيل المنظر: إبراهيم الخليل يدعو الله جل وعلا، وسارة ترفع يديها تدعو الله جل وعلا، والرجل كلما شل استغاث بسارة رضي الله عنها وعليها السلام فتدعو الله فيشفيه الرب عز وجل. ثم بعدها لما قام المرة الثانية غدر الرجل وحاول أن يعتدي بسارة للمرة الثالثة، فدعت الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا به يشل المرة الثالثة فاستغيث بسارة يقول لها: ادعي ربك أن يشفيني. فلما دعت الله وشفي وقام من فوره إذا به ينادي جنوده: أيها الجنود، أيها العساكر، تعالوا إلي. فلما دخلوا عليه قالوا: خذوها. قال: خذوها فإنها شيطانة. وأعطاها أمة من إمائه اسمها هاجر. رجعت سارة معها هاجر إلى إبراهيم الخليل، فلما دخلت عليه سألها: ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ فقالت: نجاني الله عز وجل من الرجل الظالم، نجاني الله عز وجل من الرجل الظالم، وأخدمني هاجر وأعطاني هاجر. وإذا بسارة وإبراهيم الخليل وهاجر يعودون إلى فلسطين مرة أخرى لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قصص نور، قصص قصص نور، قصص حكمة. إبراهيم الخليل عليه السلام مع زوجته سارة وهاجر رجعوا مرة أخرى إلى فلسطين. فلما رجع إلى فلسطين ورأت سارة أن إبراهيم الخليل مضى به العمر وكبر بالسن ولم ينجب ولم يرزقه الله عز وجل الولد، فأعطته هاجر، قال: خذها تزوجها ربما يرزقك الله عز وجل الولد. فتزوج هاجر فأنجبت هاجر أول ولد لإبراهيم الخليل وسماه إسماعيل عليه السلام، إنه الولد الأول. كم فرح إبراهيم الخليل بهذا الولد. فلما فرح به غارت من؟ سارة، فأرادت أن يبتعد هو وهاجر عنها، فأوحى الله عز وجل لإبراهيم أن هاجر، أنت وزوجتك هاجر وابنك إسماعيل إلى أرض قاحلة، إلى واد ليس ذي زرع ولا ماء ولا بشر، أي أرض هذه؟ إنها مكة، هاجر يا إبراهيم. فذهب إبراهيم مع هاجر وابنه الصغير إسماعيل الرضيع الذي للتو ولد، وذهب بهما إلى أرض قاحلة، إلى واد بين جبال، إلى أرض لا زرع فيها، لا ماء فيها، لا إنس فيها، لا طير فيها، لا حياة فيها. فوضع زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وليس لهما إلا شيء قليل من ماء وشيء من تمر، وتركهما. فذهبت خلفه هاجر تقول: يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. يا إبراهيم لمن تتركنا؟ وهو لا يرد عليها. حتى قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال: نعم، أمرني ربي جل وعلا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هنا قالت هاجر: إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، إذن فاذهب
فلن يضيعنا الله. تركهما إبراهيم الخليل أرض قاحلة بين جبال واد لا زرع فيه ولا ماء. تركهم إبراهيم الخليل ثم ذهب إلى رأس جبل ورفع يديه إلى السماء وأخذ يدعو الله عز وجل لهما: ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. أي واد هذا؟ إنها مكة. ربنا ليقيموا الصلاة. أخذ يدعو لهم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بقيت من؟ هاجر وإسماعيل في الأرض القاحلة، الأرض الميتة، نفد الماء، نفد الطعام، بقي الرضيع يبكي ويصيح من الجوع. ماذا ستفعل الآن؟ هي تعلم أن الله لن يضيعها، لكن لم يأتي أحد ينجدهما. صعدت إلى أرض مرتفعة اسمها الصفا، ثم ركضت إلى أرض أخرى اسمها المروة، فأخذت تسعى من الصفا إلى المروة تنادي: ألا هل من مغيث؟ ألا هل من مجيب؟ سبعة أشواط وانتهت في المروة. فلما انتهت هناك على هذه الأرض المرتفعة على هذا الصعيد، سمعت صوتا عند ولدها، فإذا ظل شخص عند إسماعيل الرضيع الذي لا زال يبكي من شدة الجوع والعطش. ركضت أمنا هاجر، ركضت إلى ابنها تنجده، فإذا هو جبريل بنفسه قد نزل، وإذا به يضرب الأرض بجناحه، وإذا الأرض تنبع ماء. أي ماء هذا؟ خير ماء على وجه الأرض، إنه ماء زمزم، لما شرب له؟ أطهر ماء، الماء المبارك. فلما ظهر شيء من الماء أسرعت أم إسماعيل إلى هذا الماء تسقيه ولدها، فإذا بها تستعجل، لو تركت هذا الماء ولو تركت جبريل لصار زمزم نهرا يجري وماء معينا. سقت ابنها وشربت شيئا من هذا الماء، ثم قال لها جبريل عليه السلام: لمن ترككما إبراهيم؟ قالت: تركنا لله عز وجل. قال جبريل: إذن فلن يضيعكم الله. ثم قال لها جبريل: في هذا المكان، في هذا المكان سيكون بيت الله، وسيبنيه هذا الغلام وأبوه. ثم عاشت هاجر وإسماعيل في هذا الوادي، ورزقها الله عز وجل الثمرات والخيرات. فمرت قافلة من الجنوب من جرهم، قبيلة من العرب، قافلة تمر، فرأت طيرا يحوم في هذا المكان، فجاءت فرأت الماء والخير، واستأذنت أم إسماعيل أن يجلسوا معها في هذا الوادي، فأذنت لهم أم إسماعيل، وعاش العرب في تلك البقعة المباركة، وهنا بدأت قصة مكة. إبراهيم الخليل عليه السلام وهو في فلسطين يذهب يتفقد ابنه إسماعيل الرضيع الذي تركه في مكة. بلغ معه السعي، بدأ يلعب إسماعيل عليه السلام. كم أحبه إبراهيم أبوه، جاءه على كبر. فلما بلغ معه السعي وبدأ يلعب وبدأ يتحرك وبدأ يعين أباه، قال: يا بني، إن الله عز وجل أمرني بأمر. ما الذي أمرك به يا أبي؟ قال: إن الله عز وجل أمرني أن أذبحك، برؤيا رآها إبراهيم. تخيلوا أمر الله عز وجل لإبراهيم أن يذبح ابنه الذي انتظره سنين طويلة، وفي هذا العمر الذي بدأ يلعب ويسعى، قال: إن الله أمرني أن أذبحك يا بني. انظروا إلى رد الابن، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر، أي اختبار هذا؟ أي بلاء هذا؟ لم يكن الأمر كلاما بل حقيقة وفعلا. الابن يقول لأبيه: يا أبتي اذبحني كما أمرك الله عز وجل. فلما أسلما، أي سلما أمرهما لله عز وجل، وتله للجبين، وضع صخرة على الأرض، ثم جاء بابنه وشحذ السكين، أحد السكين، فقال الابن لأبيه: يا أبتي، يا أبتي ضع وجهي على الأرض. قال: لما يا بني؟ قال: حتى لا تنظر إلى وجهي فترحمني. فلما أسلما وتله للجبين
وناديناه. إبراهيم الخليل جر السكين على رقبة ابنه فلم يقطع، وإذا بابنه يقول للأب يا أبتي. إسماعيل يقول لأبيه يا أبتي شد علي شد علي، إنه أمر الله عز وجل، ويشد إبراهيم، لكن السكين لم يقطع ونجح إبراهيم بالاختبار. وناديناه سمع مناد يناديه إبراهيم الخليل، نظر إلى السماء، من الذي يناديني؟ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نجحت بالاختبار، إنا كذلك نجزي المحسنين. من يستطيع أن يمتثل أمرا كهذا إلا إبراهيم الخليل؟ العجيب ليس فقط إبراهيم، بل ابنه الذي يقول لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر، لكنه علق الأمر على ربه جل وعلا، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، واستجاب لله ونجح إبراهيم بالاختبار. نظر إلى السماء فإذا بكبش ينزل من السماء. وفديناه بذبح عظيم، أنزل الله عز وجل كبشا فداء لإسماعيل، فذبحه إبراهيم الخليل نيابة عن ابنه. استجاب إبراهيم لربه، أي بلاء هذا؟ إن هذا لهو البلاء، لهو البلاء المبين. إنه خليل الله وابنه الذين استجاب لله عز وجل. إبراهيم الخليل مع زوجته سارة يعيشان في فلسطين، وكان إبراهيم معروفا بكرمه للضيوف، لا يدع يوما إلا وضيف فيه ضيفا. في يوم من الأيام رأى ثلاثة من الناس غرباء لا يعرفهم، غرباء عن فلسطين لا يرى عليهم أثر السفر، ضيفهم إبراهيم الخليل في بيته. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، قال سلام، قوم منكرون، الوجوه قد استنكرها إبراهيم عليه السلام، فلم يرى عليهم أي أثر للسفر. فلما ضيفهم أسرع إلى أهله متخفيا، فذبح عجلا، شواه، طبخه عجل حنيذ، فقربه إليهم، لكنهم لم يمد أحد منهم يده، ضيوفك لا يأكلون، الأمر فيه شيء. قال ألا تأكلون؟ لم يأكلوا. فأوجس منهم خيفة، لما رأوا إبراهيم الخليل قد خاف قالوا لا تخف، نحن لسنا بشرا، نحن ملائكة الرحمن، أنا جبريل، هذا ميكائيل، وهذا إسرافيل، أعظم ملائكة الرحمن، قد أتينا إليك، ما الذي جاء بكم؟ زوجة إبراهيم سارة كانت تعد الضيافة قائمة وتسمعهم، البيت صغير. قال ما الذي جاء بكم؟ قالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط لندمر هذه القرية. سمعتهم من سارة فضحكت واستبشرت، لأن القوم الظالمون سيدمرهم الرب عز وجل، وامرأته قائمة فضحكت. فلما سمعوا زوجة إبراهيم تضحك بشروها بولد سيأتي لها بعد طول عمر وبعد زمن طويل، وقد عجزت المرأة وكبرت بالسن، بشرت بإسحاق. ليس هذا فقط، بل سترين ابن إسحاق عليه السلام، وهو يعقوب عليه السلام. فقالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. ردت الملائكة على سارة قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. لا تتعجبي، إنه أمر الله عز وجل. إبراهيم وسارة لما ذهب عنهما الخوف واطمأنا، بدأ إبراهيم الخليل الحليم بالناس، الرحيم بالبشر،
يجادل الملائكة ألا يعذبوا قوم لوط؟ قال اصبروا عليهم، لا تستعجلوا على عذابهم، ربما يؤمنون. إن فيهم قوما آمنوا، فيهم لوط، فيهم بناته. يجادل الملائكة في من؟ في قوم لوط. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم، الأمر قد جاء، وعذاب الله سينزل، وقضى الله أمرا لا مرد له، وسوف يعذب قوم لوط، وينجي الله عز وجل الذين آمنوا. بشارة مع كرم ضيافة لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ولزوجته سارة، بعد أن بشرت بهذه البشارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. تركت الملائكة إبراهيم الخليل وذهبت إلى قوم لوط. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. كان إبراهيم الخليل عليه السلام يمر أحيانا على ابنه إسماعيل وأمه هاجر في مكة، يتفقد أحوالهما. فلما قوى ساعد إسماعيل واشتد، مر عليه إبراهيم الخليل فوجده يرمي، وكان إسماعيل راميا تعلم الرمي للجهاد في سبيل الله. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعلموا الرمي، فإن أباكم، يقصد إسماعيل، كان راميا. وفي يوم من الأيام جلس إبراهيم عند ابنه إسماعيل فقال: يا بني، إن الله عز وجل يأمرني بأمر. قال: ما هو يا أبي؟ قال: إن الله عز وجل يأمرني أن أبني في هذا الوادي بيتا يكون هذا البيت لعبادة الله عز وجل، لتوحيد الله جل وعلا، البيت سيكون لله. قال: يا أبي، وما تريد مني؟ قال: أريدك أن تعينني يا بني. فقام إسماعيل يجمع الحجر في الوادي، حجرا تلو الآخر، حجرا تلو الآخر، وإبراهيم الخليل يرفع القواعد، يضع الأساس ويرفعه، ويبني بيتا سيكون لله عز وجل. أي بيت هذا؟ إنها قصة الكعبة، وبدايتها إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل يرفعان بيتا سيكون آية للناس، سيكون هذا البيت له شأن كبير بين البشر. هذا البيت ليس كغيره من البيوت، إنه أول بيت وضع للناس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يرفعان الحجر تلو حجر، حجر تلو حجر، حجر تلو حجر، ليرفعان بيتا لم يكن على هذه الصورة التي هي عليها اليوم، كان بيتا عاديا، أحجار بعضها فوق بعض، يسور هذا البيت ليكون مكانه الطواف، ليكون مزارا للناس يزورونه في العالم كله، ليكون له شأن هذا البيت. اليوم الملايين تحج إلى هذا البيت، لا ندري ما قصته. كان وادي لم يكن حتى الماء فيه، لم يكن فيه شيء من الزرع أو الحياة، ففجر الله عز وجل فيه أطهر ماء، ثم بني فيه أعظم بيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. كان إبراهيم عليه السلام يقف في مكان سمي مقام إبراهيم ليرفع الحجر فوق الحجر، ليبنيان بيتا، وهما يبنيان هذا البيت، أعظم عمل وأعظم بيت، كان يدعوان الله عز وجل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يدعوان الله عز وجل أن يتقبل منهما هذا العمل. وأي عمل؟ إنه بناء الكعبة. حتى إذا بقي حجر واحد، بقي حجر، قال إبراهيم الخليل لابنه: يا بني ائتني بآخر حجر أضعه بهذا الركن. كان في أحد الزوايا حجر ناقص، قال: يا بني أعطني حجرا. قال: يا أبي كسلت، يا أبي تعبت. قال: يا بني اذهب. فذهب بعيدا إسماعيل عليه السلام، فجاء جبريل، قال: ما تريد يا إبراهيم؟ قال: أريد حجرا أضعه في هذا المكان. قال: خذ هذا الحجر، إنه من الجنة. فوضعه إبراهيم الخليل وسمي الحجر الأسود، قيل كان أبيضا فصار أسودا لذنوب الناس. لا زال الحجر إلى اليوم موجود، ولا زالت الكعبة شاهدة، ولا زال هذا البيت شاهدا على تاريخ مضى. ما الذي فعله إبراهيم الخليل بعد بنائه للبيت؟ وكيف جاء الناس يحجون هذا البيت ويطوفون حوله؟ وما قصة إبراهيم مع الطير؟ أربعة طيور لهم قصة مع نبي الله إبراهيم. وماذا حصل لابنيه إسماعيل وإسحاق بعد هذا؟ وأين عاشا؟ وكيف كانت حياتهما؟ هذا موضوع حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص. أذن ليسمعك البشر كلهم. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. طيورا أربع تذبح ثم تقطع، نفخ فيها الروح، عادت لتطير مرة أخرى، كيف ترجع مرة أخرى؟ يعلمهم دين الله. عاش إسماعيل في مكة، قالت: يقرئك السلام؟ فرد السلام: قولي له أن ثبت عتبة بابك. جلس يعقوب عليه السلام مع أخيه العيص يبران أبيهما، استبشر بقدومه، فقد غاب 20 سنة. أمة خبيثة كانت تأتي الفاحشة. كما أنه بنى الكعبة، جعل الله عز وجل كعبة في السماء. قصص نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عين.